أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق ولا طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعف عنا يا كريم وعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم زيننا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وادخلنا الجنة بالشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وارحم جميع أمة محمد يا رحيم يا رحمن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا ومن الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارحمنا درجاتنا وارحم آبائنا واغفر لنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم اللهم بلغ وأصلح ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا ولمن كان له حق علينا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا رحيم ويا مجيب الدعوات استجب دعانا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة